السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. نعمل الخلطة بتاعت أو الوصفة السحرية أو الميكس زي ما بيقولوا عليه، اللي هو بتاعت الزغطة اللي هنستخدمه في تصغيط الزغليل، ونقول لكم المكونات. كتير قوي بيسأل السؤال ده، نعمل ايه الوصفة بتاعتنا تكون ايه، نزغطهم بايه. طيب الحاجات دي انا هطحنها، ده علف الفراخ البادي اللي هو 23% بروتين، 23%، ده ذرة الحمام اللي احنا كلنا عارفينه، ذرة الحمام، والغلة، غلة الحمام او القمح، تمام، والفول، فول التدميس او الفول المجروش اللي زي كده، او اتقال عليه الفول المدشوش اهو، تمام، اتقال عليه في مصر الاسم ده. طيب بنضيف عليهم مكونات بقى من عند العطار، اللي هي الكزبرة الناشفة مطحونة، كزبرة ناشفة مطحونة، كل ده احنا هنطحنه مع بعض تاني. معلقة كزبرة زائد معلقة كركم زائد معلقة خميرة، معلقة الخميرة هتحسن هضم الحمام وتزود البكتيريا النافعة عند الحمام. طيب هنطحن الكمية دي كلها، الكمية دي كلها هنعمل حوالي 2 كيلو، هنطحنهم في الخلاط او في المضرب، ونضيف عليهم كمان لو عندنا رغيف عيش خبز زي كده نضيفه ونطحنهم مع بعض. ده للمثال بس، لكن رغيف عيش مش مشكلة، او يغني عنه الخميرة اللي احنا حطناها، تغني عنه كفاية الخميرة. لكن لو ما لقيتش خميرة حط رغيف عيش، لو ما لقيتش الخميرة حط رغيف عيش زي كده، تمام. هنطحنهم مع بعض كلهم ونخليهم ناعم جدا، وايه نرجع لكم تاني. طيب احنا طحناهم، بعد ما طحناهم بقوا بالشكل ده، اهو ناعم جدا اهو. بعد كده نطلع عند الحمام ونشوف هنستخدم الزغاطة ازاي ونزغط الحمام بيها ازاي. طيب احنا بعد ما طلعنا عند الحمام نبدأ نتعامل، معانا الزغطة اللي احنا عملناها اهوت، اللي عملناها يدوي، تمام، نبدأ نعبيها، ومعانا ازازة تانية اكبر يركب عليها نفس الغطا، دي 2 لتر ودي 1 لتر، هنعمل بالكبيرة علشان تكفي. ممكن حضرتك لو الكمية صغيرة تعمل بالصغيرة دي اهو، دي الصغيرة ودي الكبيرة على حسب الكمية اللي عند حضرتك. هو الغطاء يركب على الاتنين، الغطاء اللي فيه السن ده بيركب على دي وعلى دي اهو، المهم يستخدم في الاتنين. هنشوف، نفك كده من دي اهو ويركب هنا، تمام. هنبدأ نعبي الكمية اللي احنا محتاجينها ونحط عليها التلتين مية، نعبي الكمية اللي احنا محتاجينها اهو، هنشوف ازاي. ده الميكس بتاعنا، نستخدم الصغيرة علشان تبان اكتر في التصوير اهو، نحطها هنا، نحطها في العبوة كده علشان اللي يقع ما يقعش مننا بره. هنشوف، نعبي كده، علشان اللي يقع مفيش حاجة تقع مننا في برة. نعمل التلت من الخلطة زائد التلتين مية، تمام اهو كده، عشان اللي بيقع يقع زي ما يقع، اللي بيقع يقع جوه مفيش حاجة تقع مننا في الارض بقدر الامكان.
عبينا الكمية اللي احنا محتاجينها اهو بالمنظر ده، نحط عليهم مية. بعد ما جبنا كام زغلول كده علشان نوري لحضراتكم بس الطريقة، اهو هنركب وحطينا المية، هنركب السن ده اللي هو احنا عملناه بتاع الزغاطة اهو، ونرج كويس، نرج كويس جدا علشان يختلط الخلطة بالمية. اهم شيء تخليها ناعمة جدا، ولو سبتها 10 دقايق تتخمر عشان تكون ناعمة اكتر يبقى افضل. اهو بعد ما نرج تماما، شوف بقى حضرتك بقى شكلها ازاي، لونها بقى اصفر من الكركم، والكزبرة المطحونة اللي احنا حطناها. ممكن حضرتك لو عندك كيس لبن جاف في بودرة، انا عندي بس نسيت احط اضيفه قدامكم، يكون افضل لو ضفت عليها كيس لبن بودرة، نبقى نعمله لكم في فيديو تاني. نبدأ نتعامل اهو، شوف حضرتك هندخل الجزء ده في الزغلولة كده اهو، ونضغط تمام، بس كفاية عليها تمام كده. نجيب واحد تاني زغلول تاني اهو، ونحط نفس الطريقة. بعد ما نرج في كل مرة نرج اللي المية بالخلطة اهو تمام كده، اتزغطت تمام كفاية. نجيب كمان واحد ونعمل له، نضغطه اهو، شوف حضرتك ازاي كأنك بتكب بالإزازة وهي بتنزل هي الإزازة، مفيش أكتر من كده. وأنا عملت قبل كده فيديو الزغاطة بتاع اللي باستخدام سرنجة، اللي هي سرنجة 60 سنتي، أسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. بكده أكون خلصت موضوع الزغاطة، يا رب تكون استفدت. بنشكر حضراتكم، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.